العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان لظهر الدور كلها أمين. تسمعوا كتير قوي كده يقول لك إيه؟ الأسرة دي أيقونة المحبة. يعني إيه أيقونة المحبة؟ قال لك لو تسأل عن المسيحيين تلاقي الحاجة الوحيدة اللي بتميزهم بجد هي المحبة. ليه؟ لأن الله محب. تعالوا نقرأ كده حتة من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى في الإصحاح 4 بيقول لنا إيه؟ أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله. طب إذا كانت المحبة من الله يبقى أي حاجة تانية غير المحبة منين؟ تعرفين؟ كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. يبقى إذن علامة أن أنا اتولدت ولادة جديدة، علامة أن الحياة بتاعت السماء رجعت لي، علامة أن أنا فعلا ابن ربنا، أن المحبة بتشع من عندي، بتشع. من لا يحب لم يعرف الله. كل اللي بيقوله انه يعرف ربنا لكن مفيش محبة حقيقية هو بيخدع نفسه. لأن الله محبة، وبهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذه هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، بص بقى القديس يوحنا يقول لك إيه؟ إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. يبقى إذا كان الأمر كده، إيه أكتر مكان ممكن نبتدي فيه المحبة؟ أكتر مكان ممكن نبتدي فيه المحبة وتبان بجد وعمليا هي بيتنا. البيت اللي فيه محبة هو فعلا أيقونة سماوية. البيت اللي الزوج بيحب زوجته جدا، اللي الزوجة بتحب فيها جوزها جدا، اللي الأب والأم بيحبوا ولادهم جدا، اللي الولاد بيحبوا فيها أبائهم جدا، دي أيقونة سماوية للمحبة. ده المكان ده ربنا موجود فيه. فهرتنا نهتم بالحتة دي. كل من يبغض أخاه فهو في الظلمة. طب واللي بيبغض مراته؟ طب واللي بتبغض زوجها؟ مش المفروض الكلام ده يكون في وسط بيوتنا خالص. ياريت كده نحط قدامنا كده ان فعلا انت حاسس انك اتولدت ولادة تانية في ربنا. خلينا نراجع نفسنا، لو فعلا عايش على مستوى الحياة بتاعت القيامة المفروض المحبة تبقى اول حاجة تبان على كل تصرفاتك واول مكان تبان فيه المحبة اسرتك. ربنا يعطينا اسر مليانة بالمحبة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد أمين. جينا عشان نعمل عشية عرس قنا الجليل. طبعاً ما فيش صريخ ابن يومين هيحضرها. كانت عرس قنا الجليل والست دميان. عبال ما وصلنا أنا وأبونا لحد الكنيسة من ورا كده كنا غرقنا مية لأن معناش عربية وكانت الدنيا شتا جداً. فوصلنا أبونا ياخد سامي ويروحوا يعملوا العشاء، ما هو وسامي بس هيعملوا العشاء. ففعلاً راح هو وأبونا عملوا العشاء نفرين وجم الكنيسة كلها. الكنيسة كلها كده يعني. ما أحيانا كان يقول الشعب كله وقت صنع عفيفة. أيوة. وأنا صحيح الشرات السودة والشرات البيضة ما لقيناش بيت يقدر يعملها ولا عنده بتاع. فين وفين الأستاذ شمسون يمكن تعرف مراته كان عندها مكنة. جرج الشمسون كانت مراته عندها كان عندها مكنة عملت لنا شوية شرايط سود. طبعا كانت ظروف صعبة جدا وكنت ساعات لما يعني ما فيش فراش ولا فيش معلم
فبقى كان يجي لنا معلمين بقى اشكال والوان عشان نختار منهم. قعد اقول لابونا لا ده ضربه الدف بتاعته ده ما بيعرفش يضرب الدف، ده عجوز، ده مش عارفه، ده كفيف. فين وفين بقى ربنا وفقنا في المعلم رياض. وبدات بعد كده تتبنى الحمامات، وكانت حمامات بلدي مش حلوه خالص. كانت حمامات يعني، كان الاوضه بتاعت المكتبه جنبها الحمامات، وجنبها الاوضه الوحيده دي اللي بنعمل فيها كل الانشطه، كل الانشطه وكل حاجه، قربان واجتماع خدام واجتماع خدمات ولجنه الكنيسه وكل شيء. هي اوضه وحيده فيها كل الخدمات. وبعد كده بقى كان في ورا مبنى الكنيسه حته زنطوطه كده تراب، كنت بجيب فيها البنات وديهم درس رياضه. وناس كانوا شاطرين جدا يعني، كنت بديهم في المدرسه وهم مسيحيين وعايزين مساعده، فكنت اجيبهم اديهم درس رياضه. وساعات بقى كنا لما نعمل انشطه للكنيسه ونعمل امتحان بقى كنا نعمل لهم لجنه في الحوش كله. وكانوا يجابوا اجابات جميله جدا، ونعمل لهم هدايا. وابتدى بقى المره من المرات وانا عامله البتاع ده كنت حامل في يوستينا، وعملت لهم وخدت الورق عشان اصححه، وفي نفس الليله دي ولدت. وحتى مثلا ما كانش في محلات ولا حاجات نشتري منها حاجات حلوه لما نيجي نعمل اجتماع شباب ولا شباب. كنا نعمل كان احنا محل بقى الوحيد محل موريس. واي حد يروح يسالوا علي حاجه يقول له بعد ساعه بعد ساعه علي حاجه. لا، وكنا نعمل بقى كيك في البيت وبتاع، ونجيبه ونوزعه في حاجه حلوه يعني. ما كانش في متسع من الحاجات دي بقى، ولا شوكولاته ولا كلام من ده. خلاص قعدنا مثلا احنا 10 سنين ما عندناش تليفون، ما فيش خطوط وبتاع. كل ما احب اتكلم في التليفون اروح بيت ابونا مصعيد، بس كانت الخدمه ليها طعم. كنا بنحس ان ربنا بيطبطب علينا، كنا كلنا نعرف بعض كاننا اسره واحده. كان عدد صغير، وانا فاكر لما كنا بنطلع من سهرات كده ما نجيش مثلا حوالي 20 واحد واحد. كلنا. ومع ذلك ابونا كان يصر نعمل سبت وثلاث. فين وفين لما بطل بقى يعمل سبت كاهن واحد، لدرجة ان مثلا في قداس الحد لو ابونا تعب او حاجة ما نلاقيش بديل في اسكندرية كلها. يعني مرة خد دور برد وكان سخن وما لقيناش حد يصلي القداس خالص، اضطر يصلي وفي وسط القداس الالام والسخونية خلت ودانه. لما راح للدكتور زكي مليكة ده قال له ده طبلة الودن اتخرمت من كتر السخونية، الام كانت فظيعة وهو بيصلي القداس. ما كانش في كهنة كتير كده زي الايام دي ولا حاجة يعني، تعبان مش تعبان يعني هتصلي هتصلي. ما كانش حد مهما حصل، ما كانش حد يحلم ابدا فينا ان هيجي يوم يبقى كنيستنا بهذا المنظر، ويبقى عندنا اباء كهنه قد ايه وانشطه قد ايه والحاجات دي كلها. ما ربنا بينزل ايد ربنا واضحه جدا في العمل، وده يورينا ان احنا لازم نكون امناء في القليل. الامين في القليل ربنا يقيمه على الكثير. كان في البيت بتاع اللي اتبقت فيه المستشفى شقه في الدور الارضي، فقلنا ناخد منها الاوضه بتاعه الاول بتاعه فساتين الافراح، كنا بننقط فيها الهدوم القديمه ونجهزها، فكانت صغيره ففضيت شقه خدتها الكنيسه. فانا خدتها وقلت ايه نعملها نخزن فيها الهدوم الحاجات اللي تيجي لاخوه الرب، فابتدينا فيها بقت كانت مركز لاخوه الرب فينا. وبعدين متوقعين كلنا البابا بطرس هيعمل حاجه في العيد. كان عم نصر الله ينيح نفسه الفراش. كان رجل امين يعني، كان جه جاب صوره البابا بطرس وحطها، احنا كنا من غير سقف، حطها وسط المطر واحنا واقفين على الاكوام دهيه الرمله. والمطر نازل علينا. وعمالين نقول له يعني يعجبك كده، يعني يعجبك كده. فيعني قال يعني كنا متعشمين فيه يعني، ياما وقف معانا وفي حاجات كتير، فكنا متعشمين فيه. فجاه عيده
فقلنا له بقى انت اللي عليك تجيب التصريح. زعلانة منه واقول له احنا هو احنا لنا مين يعني هنتكلم يعني مصر حط الصورة في المطر وانت حط الصورة في الدلال. قلنا له انت ليه انا فاكر نصر بتقول بقى بقول له بتعمل ليه كده قال عشان يتصرف يحس بينا. كان صراحة والناس دي برضك ربنا ادانا ناس كانت بتبذل. انا لن انسى منظر عم نصر ده لما كان ينزل جوه المجاري لان ما كانش في مجاري في المنطقه دي ويقعد يسلك المجاري تحت الكنيسه. يعني بصراحه كان مرة دي ناس امناء 6 شهور لوحده في الكنيسه والفراش الوحيد. فكان امين جدا ورغم يعني عشان امانه الناس دول ربنا عمل يعني هم صحيح ما شافوش البركات اللي بعد كده لكن هم يعني عملوا كتير طبعا. وبعدين لما جيت تليفون والتليفون كان عجيب كان الساعة كام؟ كان 12 بالظبط. 12 بالظبط يعني احنا وانا مرة منتظر مترقب التليفون مترقب واول ما جيت التليفون وكمان الراجل ده اتصل بمراته في البيت وقال لها بلغي ابونا مقار عشان انا لسه ورانا حاجات عشان تيجي المكالمه قبل 12 قبل 12 يعني 12 بالظبط. هاني عزيز هاني عزيز فجت المكالمه هللنا بقى ورحت منزله صورته من على الدولاب وياما كنت بعملها معايا يعني نزلنا صورته وعملنا له تمجيد وفرحنا بقى غير بقى الشوط اللي انت كتبته في الكتب ده بعدين كانت احلى ايام يعني. بعد ما عملت تمجيد على طول ابونا مارب اتصل بيا قال لي قررت مضى قمنا من النوم عملنا تمجيد للمظبوط.